قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قوموا، ما قال صلوا لله قانتين، قال قوموا، لأنه كلمة صلوا تتخيلها ممكن تكون بالقاعد، ممكن تكون وانت جالس، ممكن تكون بأشكال معينة. لا، عبر عن الصلاة بأبرز ما يقتضيها وهو القيام. قوموا لله، أي أن أبرز الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المصلي قيامه بين يدي الله عز وجل. قانتين، القنوت هو الخشوع. قنوت باللغة العربية بمعنى الخشوع. طيب، كلمة الخشوع ماذا تعني؟ تعني أن يكون قلبك متفاعلا مع قراءتك ومع مناجاتك لربك سبحانه وتعالى، هذا معنى الخشوع. فإذا كان قلبك متجاوبا مع قولك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها، فذلك هو القنوت، فأنت قانت لله. وطبعا عندما يكون قلبك متجاوبا متفاعلا مع ما تخاطب به مولاك، لا بد أن تذل، ولا بد أن يكون وضعك وضع المنكسر الذليل بين يدي الله عز وجل. مستحيل تقول إياك نعبد وإياك نستعين وترافع راسك هيك، إيه نعم، متباهيا، ما مستحيل، إيه نعم. نحن عم نحكي عن الذي يتفاعل قلبه، ما عم نتكلم عن واحد عم يردد بلسانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقلبه عم يفكر بزيد من الناس اللي صارت بينه وبينه مشكلة امبارح، والله لا أعمل، والله لا أروح، هلا بعد شوية وأعمل وانتقم وأفعل وكذا، وتجارتي خسرت، شلو بدي، كيف بدي أتداركها، إلى آخر ما هنالك. هذا يعد صلاة في الظاهر، لكن ديانة أمر عائد إلى الله عز وجل، ونسأل الله العفو والعافية، ما بنقول أكثر من هيك. ولكن متى كان قلبك متجاوبا مع لسانك، أي عندما يكون قلبك متفاعلا مع معاني الكلمات التي تخاطب بها ربك، لا بد أن تكون متذللا، لا بد أن تكون في هذه الحالة منكسرا، لأن الكلمات بتقتضي ذلك. قانتين، يعني لا تصلوها صلاة إنسان يمارس منها المظاهر وليس لقلبه نصيب من ذلك قط، لا 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 لا، إنما أريد منكم أن تكون جذور هذه الصلاة انكسارا وذلا وقنوتا في القلب، وأن يكون اللسان ترجمة لما يتم من ذلك كله في القلب وفي الفؤاد. هذا معنى قوله تعالى: وقوموا لله قانتين.